طيب تعال نبدا نشوف ايه المكونات. اول حاجه اهو مكونات اللي هي الديتكتورز، الحساسات. الحساسات في منها كذا نوع، تمام. الحساس في منه حساس الدخان بيسموه، او الكاشف الدخاني اللي هو السموك ديتكتور، وده شكله. وفي عندي الجاز ديتكتور اللي هو كاشف الغاز، وفي عندي الهيت ديتكتور الكاشف الحراري. يا ريت نحفظ الثلاث انواع دول من دلوقتي. يبقى انواع الديتكتور في سموك ديتكتور، كاشف الدخاني اللي هو السموك ديتكتور رقم واحد، رقم اتنين الهيت ديتكتور بيسموه الكاشف الحراري، رقم ثلاثة الجاز ديتكتور. طبعا في انواع تانية من الديتكتور زي البيم ديتكتور والجزء الخاص بالدكت ديتكتور اللي هو الموجود في دكتات التكييف، هنتكلم عنه بقى كده. لما افرض انا دلوقتي مثلا ماشي في طرقه وشايف بعض الدخان او شايف فيه حريق، قبل ما يحس بيه الحساس ده لازم اعمل حاجه ان انا اشغلها مانيوال، بسموها مانيوال كول بوينت، اللي هي مانيوال كول بوينت بيسموها هنا الكاسر الزجاجي. انا كنت زمان بضغط بكسر الازازه دي، تمام، وبيعمل انذار. دلوقتي طبعا في نوع تاني اللي هو بيبقى فيه دراع كده، بشد الدراع ده لتحت بشغل الانذار يدوي، فبيسموه مانيوال كول بوينت. في ناس بتسميه الكاسر الزجاجي. بعد كده اللي هو وحدات الاخراج اللي هي بتبقى عباره عن وحدات انذار صوتيه او مرئيه، زي مثلا البوق اللي هو الانذار ده اللي هو البل، تمام، او بيسموه الهورن، البوق ده اللي هو الهورن، تمام، والبل اللي هو الجرس او الساوندر. في نوع منه، تمام، بيبقى فيه لايتنج كمان بيسموه انديكيتنج لامب، او بيعمل بيسموه ستروب لايت. ستروب لايت ده تلاقي فيه صوت، تمام، اللي هو بتاع الانذار بتاع الحريق، وبيبقى موجود معاه كمان حاجه ضوئيه بتعمل انديكيشن او بتعمل فلاش ضوء. طبعا عشان نبدا نربط بين وحدات الادخال ووحدات الاخراج لازم يبقى فيه وحده بتعمل عمل المخ او العقل المدبر، او اللي هو بيعمل عمليه التحكم في وحدات الادخال والاخراج، ويطلع الشكل ازاي ويحول الانذار اللي جه ده من سموك ديتكتور مثلا لصوت. بيتم ده كله من خلال اهم حاجه في النظام كله اللي هي الكنترول بانل، اللي احنا هنسميها فاير الارم كنترول بانل. وبيتم طبعا عمليات التوصيل والتمديدات في الموقع من خلال مواسير وكابلات، بيتم عملية التركيب وفرش المكونات دي كلها داخل الموقع.